المايسترو اللي بنتكلم عليه او حضرتك بتتكلم على دور المدير الفني المهم جدا في الاوقات الصعبه، يعني لما بيكون الامور سهله واحنا عارفين المكسب دايما بيجيب مكسب، دايما الامور اللي بيبقى فيها شويه مشاكل في الاداء في النتيجه بيظهر دور المدير الفني. ازاي موسيماني يعدي من مباراه الاسماعيلي بمكاسب؟ كلنا بنطالب مكاسب على مستوى الاداء وعلى مستوى النتيجه، شايف التوليفه هتبقى ازاي او ايه اقصى يعني ايه النقطه اللي لازم يفكر فيها موسيماني بشكل دقيق جدا عشان يحققوا في مباراه الاسماعيلي؟ واضح ان في عناصر مجهده في فريق الاهلي مجهده بشكل كبير جدا، يعني حتى لو حاضر النهارده برده في التدريبات في لعيبه مجهده مش قادره تأدي التدريبات، يعني مثلا عندك ايمن اشرف كان عامل مباراه جيده مجهد، طاهر محمد طاهر راجع برده مجهد عنده اجهاد بالرغم انه كان لاعب بديل، اكتر من لاعب بيعاني من اجهاد من كتر المشاركه في المباريات. يعني المدير الفني يقدر يستعين بعناصر ثانيه، المفترض ان الاهلي عنده 30 لاعب او القائمه كانت المفروض متاحه ليه 35 لاعب، او عندك متاح كمان اللعيبه اللي هم اللي غير مقيدين اللي هم اللي تحت السن، المفروض يستفيد بكل الناس دي ويعمل نوع من التدوير بين اللعيبه بحيث يدي فرصه للعيبه اخرى. يعني التدوير يا استاذ محمد بتيجي موضوع ان هو طيب لو عمل التدوير بعض الناس يقول لك لا ده مش وقت التدوير وفين التثبيت التشكيل ولازم اللعيبة الأساسية تطلع، وجزء تاني يقول لك لا هو لازم يكون مباراة تجريبية لمباراة فيتا كلاب لتقارب الميعاد، فمش وقت ان احنا ندفع بلعيبة جديدة. كل الامور دي مش فكرة لعيبة جديدة الحسبة دي، لا يعني لعيبة اول مرة تخش التشكيل، يعني بتتكلم مثلا لو بتتكلم على بعض العناصر تخش جديدة، بتتكلم لو ايمن اشرف مجهد يبقى هتخش مثلا هتخش عندنا مشكلة، مشكلة دي مشكلة دي فيها مشكلة يعني كبيرة جدا، ما بقول لك في مشاكل كبيرة بالدوري. الحسبة يعني بتختلف المدير الفني في ظل الارتباطات القريبة جدا، وفي ظل ان هو طب نثبت التشكيل، طب نلاعب اللعيبه مجهده، طب نريح دوت، يعني امور صعبه بصراحه. لا طبعا هي امور صعبه، يعني كان الله في الجهاز الفني وفي اللعيبه في نفس الوقت يعني. مظبوط. لكن في النهايه يعني انا عندي ايه الاهم اللي جاي؟ صح. الاهم ايه؟ الاهم دوري الابطال الافريقي. لان انا في منطقه صعبه ولازم اتجاوز هذه العقبه وبعد كده بفكر في الاهم. مش هقول لك ان الدوري في مرحله اقل، لكن طبعا بكل تاكيد اهم من الدوري، لان الدوري ما زالت عندي فرص كتيره جدا فيه. الدوري لسه مشواره طويل. الدوري لسه مشواره طويل جدا، يعني ما الاهلي ما لعبش فيه غير 9 او 10 مباريات، يعني بكتير قوي 10 مباريات فعلا 10 مباريات، فما زال مشواره طويل جدا في الدوري. اما انا دوري الابطال ده انا عندي المباراه اللي جايه مباراه بالنسبه لي اكون او لا اكون، مباراه نتيجتها تحدد ان انا هكمل في مشواري ولا مش هكمل. لا قدر الله لو تعرضت لخساره هتبقى الموقف صعب جدا، يحتاج بقى لحسابات معقده جدا. عملت تعادل هتبقى افضل بكتير جدا وتبقى فرصتي في الصعود تكاد تقترب من 80 او 90%، لو كسبت خلصت الامور يعني بالنسبه لي. انت شايف ان يعني مباراه الاسماعيلي مهمه على مستوى حتى المعنويات، ان لازم تكسب عشان تروح معنويات بالظبط معنويا باي شكل من الاشكال، لكن في النهايه تركيزك انت باصص لمباراه فيتا كلوب اللي هي المباراه الاساسيه اللي انت المفروض تحقق فيها نتيجه طيبه ونتيجه مميزه. واعتقد ان انا من وجهه نظري ان ده الهدف الاساسي اللي الاهلي هيلعب عليه، حتى لو كانت مباراه الاسماعيلي مهمه في الدوري فهي مباراه تجهزك وتساعدك على انك انت تلعب فيتا كلوب بشكل كويس بشكل مميز وتستعيد وممكن خلالها تعالج الكثير من الاخطاء اللي ظهرت في المباراه الاخيره يا كابتن. واهمها المباراه هي كيف تضع الكره في الشباك، يعني اعتقد ان دي مهمه جدا بالنسبه لنا في المرحله اللي جايه. دي النقطه اللي انك انت بتوصل 20 مره وتسجل هدفين فقط هذا قليل، يعني على الاقل لو سجل مش هقول لك سجل 50%، ده انت لو سجلت 25% لو سجلت 25% من الفرص اللي جات لك في المباراه كنت ممكن تلاقي 3 4 اجوان في المباراه. ودي من الحاجات يعني اللي فعلا بيترقبها جماهير النادي الاهلي مباراه الاسماعيلي. اكيد مباراه الاسماعيلي بالرغم ان هو في المركز ال 16 لكن مفيش الكلام ده يعني مش هيكون عندك كم الفرص اللي جات لك في مباراه فيتا، وبالتالي الفرص بتقل، فلازم عملية استغلال الفرص على أساس إن أنت لو جات لك 4 5 فرص على الأقل تسجل هدفين. يعني بالظبط، يعني إنك بتحاول قدر الإمكان استغلال، يعني مش هقول لك الفرص، ده في ناس بتستغل أنصاف الفرص في ماتش زي الإسماعيلي ده، ممكن تجيلك فرصة في المباراة، ممكن تجيلك فرصتين فتسجل منهم. يعني مثلا فرقة زي فيتا كلوب راحت على الأهلي كام مرة؟ 3 مرات. بالظبط 4 محاولات جابوا جونين يعني ومن واحده يعني ده في كره انقذها الشناوي، كره الحقيقه جون بنسبه مش اقل يعني صدع عملاق محمد الشناوي الكره الانفراد واللي طلعها دي، ده حاجه مش ممكن يعني. ده احنا عايزين المهاجم بتاعنا الاهلي يعمل ده، يخلص ده، يسجل من الفرص اللي بتجيله، وبالتالي يستطيع ان يحل المشاكل بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد ان دي هم اشتغل عليها موسيماني، يمكن اشتغل على الناحيه النفسيه، اشتغل على الناحيه الفنيه، اشتغل على الناحيه ازاي تسجل الهدف. اعتقد المفترض يكون عامل حاجات فرديه مع لعيبه، لان ده مهم جدا الشغل ده بعيد عن الشغل الجماعي طبعا اللي حضرتك عارفه، الشغل الفردي طبعا الخاص باللعيبه بكل لاعب وخصوصا اللاعبين المهاجمين، ودي المشكله الكؤود اللي بتواجه النادي الاهلي في الفتره الاخيره.